لغيموت النبي صحا بالكل تجمعني إلا كاين يا سرا سلتي لتظلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم عادي البقسيم، نائب امين جمعيه الاشعاع الطلابي تيزنيت. اليوم الان في الافتتاح ديال فعاليه الملتقى في دورته الثالثه اللي كتحتضنها اللي كاينه في مدينه تيزنيت، بعد النجاح ديال جوج دورات ديال هذه الجمعيه، نحن الان في الدوره الثالثه اللي كنضموها هنا في المدينه. فالدورة هذه كاين مجموعة من واحد الندوة، كاين واحد العرس التقليدي، كاين واحد الحفل الختامي إن شاء الله، بالإضافة لسيرورة المعرض على طول اليوم في قصبة أغناج هنا في مدينة تيزنيت. هاد الندوة هذه اللي غادي تكون إن شاء الله هاد العشية في المركب السوسيو ثقافي نمرس، غادي تحدث على المقومات ديال المؤسسة الجامعية اللي بغيناها هنا في مدينة تيزنيت، واللي من هذا المنبر كنديو يعني جميع المهتمين بالأمر أنه باش يخلقوا لنا هاد النواة الجامعية هذه اللي بغيناها في تيزنيت. وكنقولوا مرحبا بالجميع، هذا واحد الملتقى ديال الطلبه ديال الساكنه ديال تيزنيت ديال اي حاجه. انا كيف كتشوفوا في المعرض كاينه مجموعه من الموروث الثقافي سواء المادي ولا مادي، مجموعه من الكتب، مجموعه من الفضه وكل ما هو تقليدي في المدينه. هذا ان دل على شيء فانما يدل على الرغبه ديال هاد الطلبه هادو وهاد الفئه هادي من الطلبه باش يبينوا على الموروث الثقافي ديالنا في المدينه، باش يبينوه للناس سواء الزائرين ولا الساكنين السكان الاصليين ديال المدينه. وكنقولوا عاوتاني مرحبا بالجميع وشكرا. السلام عليكم. تلاتي ديالنا هاجر ضموح، كتيبة حجة ليا من الإشاعة الطلابي، اللي تأسسنا 26 نوفمبر 2010، اللي تهتم نسا الطالب تيزنيت أحمد الأكاديمي في جامعة ابن زهر. وكلس دوف ما جمعية تحاول توفر الشروط الكافية اللي تحتاج الطالب تيزنيت حكازية، خصوصا سواء كان الدراري ولا تفرخين، باش تكمل الدراسة على أكمل على خير. هذا المعرض لقيت كلس دوف بزاف من الأروقة، لقيت الملابس التقليدية، لقيت الأواني، لقيت الفضة يعني نقرت اللي ديت ان شاء الله يعني نسكن غدا العرس التقليدي، تقاليد اقليم تيزنيت ماشي تيزنيت بالضبط، انما اقليم تيزنيت شكون الاختلاف كرتسي. ايوا صافي هادشي اللي كان ان شاء الله نتمنى يزري بخير وعلى خير، نتمنى مدا زين حشكين باش تستافد منو كار دا اشكو يحدا حوش كان حشج عن باش الاستمرار ديال الجمعيه ان شاء الله، باش تكون كطلبه باش تحرك شكون حول لي مد حتى عاوننا حتى حتى استمرت وتي الاستمرار. شكرا الله.